أهنيكم بهذا المشروع الرائع، والشكر الجزيل لأخواننا في دولة الكويت، هذه الدولة الرائعة التي منذ نعومة أظافرنا وهي تقدم لليمن الكثير بدون من، من مدارس ومن مستشفيات ومن خدمات ومن مياه، وهو جسر الخير الكويتي يصل اليوم عبر النجاح الخيرية، هذه المنظمة الرائعة التي لها إنجازات كبيرة ولها مشاريع كثيرة في عموم في عدد من المحافظات، واليوم وصل الخير إلى المخاء. شكر الجزيل للنجاة الخيرية ومن خلالها إلى دولة الكويت الشقيقة، والشكر موصول إلى المنظمة المنفذة اليمنية الذي روح العطاء. تهانينا لأبناء المشالحة ولكل أبناء المخاء بهذا المشروع الذي يتكون تقريبا من 30 وحدة سكنية مع مركز تدريبي وأيضا وحدة صحية وبئر ارتوازية، وهي تعتبر المرحلة الأولى. 30 المنزل هذه المرحلة الأولى، ستتبعها إن شاء الله مراحل تصل بخدماتها وخيرها إلى كل أبناء المنطقة في الساحل الغربي. كل الشكر والتقدير للإخوة في الكويت، كويت العطاء، كويت السخاء، كويت الكرم، دائما وهم يعني يسعدون ويسعدون الكثير من المحتاجين وذوي الحاجات الخاصة ببناء المساكن. وهذه ليست المدينة القرية الوحيدة، وإنما قرى أخرى أيضا، وإن شاء الله تتبعها أيضا قرى لكافة المستحقين والمحتاجين من أبناء مديرية المخاء. من ضمن التدخلات الكويتية في اليمن ندشن هذه القرية المباركة اللي تتكون من 30 منزل مع 5 مرافق، مدرسة ومركز صحي ومشغل تدريب وبئر توازي. شكرنا وتقديرنا للإخوة في دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا على كل ما يقدمونه لإخوانهم في اليمن.